من على بعثة النادي الأهلي وعلى مقر الإقامة. خلينا نروح نشوف كريم أحمد حولنا إيه عن أهم الاستعدادات ووصول النادي الأهلي إلى مقر إقامته في أحد الفنادق في الجونة. نطلع نشوف كريم أحمد حيقولنا إيه ونرجع نكمل مع حضراتكم. اتفضل يا كريم. كل التحية ليك كابتن اسلام الشاطر وكل مشاهدينا ومتابعينا من خلال ملعب الاهلي. كالعاده بنغطي كل الكواليس سواء في البطوله الافريقيه او في بطوله الدوري العام. النهارده طبعا متواجدين خلف فريق النادي الاهلي في الجونه، حيث مباراه الجونه والاهلي على استاد الجونه في تمام الساعه 4 عصرا غدا ان شاء الله تكون مباراه من نصيب النادي الاهلي. عايز ابدا معاك كابتن اسلام في البدايه بفريق الجونه اللي بيدخل اكيد هذه المباراه بمعنويات مرتفعه بعد الفوز والاداء المميز الاخير على فريق بيراميدز. الحقيقه كان اداء اكثر من رائع لفريق الجونه، عدد من اللاعبين على المستوى الفردي كمان كانوا متالقين بشكل كبير، وبالتحديد كمان اللاعبين المعارين من النادي الاهلي سواء احمد حمدي، احمد ياسر ريان، وايضا كمان اكرم توفيق. ان شاء الله باذن الله لعيبه النادي الاهلي مركزه كالعاده. اختتم بالفعل النادي الاهلي تدريباته الاخيره صباح اليوم 11:30 صباحا، كان تدريب اخير على استاد مختار التتش، ومنها كانت طائره النادي الاهلي محدد ليها الساعه 5:25 مطار القاهره. طبعا انطلقت الطائره ساعه و10 دقائق او ساعه ربع كابتن اسلام، ووصلت بالفعل الى مطار الغردقه مباشره الى فندق الاقامه، ومنها بعد العشاء الى محاضره فنيه اخيره بيتكلم فيها مستر مارتن على كل الامور الخاصه بفريق الجونه، الثغرات والتكتيك ونقاط القوه اللي عندهم، وايضا كمان كيف سيتم التكتيك او ايضا كمان اختيار التشكيل اللي ان شاء الله باذن الله يكون موفق فيه مستر مارتن والجهاز الفني. عندنا غيابات عديده كابتن اسلام، لكن زي ما بناكد وبنقول في كل مره من الاشياء المطمئنه ان احنا بيرجع لنا لاعب واثنين في كل مباراه وخلاص. يمكن في لعيبه ايام بسيطه جدا وتدخل ان شاء الله تدريجيا لقائمه المباريات. 16 لاعب النهارده مش متواجدين مع فريق النادي الاهلي بعد اختيار 20 لاعب جاهزين لهذه المباراه. ابدا معاك بال 20 لاعب سريعا يا كابتن اسلام: اكرامي وعلي لطفي، مصطفى شوبير في حراسه المرمى، سعد سمير، ايمن اشرف، ياسر ابراهيم، علي معلول، محمد هاني، رامي ربيعه، عمرو السليه، هشام محمد، حمدي فتحي، ناصر ماهر، كريم ندفد، رمضان صبحي، حسين الشحات، احمد الشيخ، جيرالدو، ومروان محسن، وجونيور اجاي. 16 لاعب اكيد زي ما بنقول مؤثرين، فيهم لاعبين يمكن غابوا بشكل كبير جدا عن فريق النادي الاهلي. نقدر نقول الشناوي اللي طبعا عايز اتكلم عليه في البدايه بالنسبه للمصابين، الشناوي كان عنده يمكن اجهاد في العضله الضامه، شارك في المباراه الاخيره لكن شعوره بالام بسيطه في العضله الضامه وشكواه للجهاز الطبي، فكان كالعاده التفضيل ان هو ما يكونش مشارك في المباراه بشكل عام او في القائمه، ما يكونش متواجد في معسكر فريق النادي الاهلي. اكيد خلال ال 48 ساعه القادمه يكون في جلسات بالنسبه للشناوي ان شاء الله يعود سريعا لحراسه عرين النادي الاهلي. متواجد شريف اكرامي، علي لطفي، مصطفى شوبير، ان شاء الله باذن الله كل حراس المرمى على قلب رجل واحد. كابتن طارق سليمان منافسه شريفه جدا بالنسبه لحراسه المرمى، الكل بيسعى ان هو يحرس يمكن عرين النادي الاهلي، ويمكن شريف اكرامي ان شاء الله يكون موفق غدا باذن الله، حيث اختياره ان شاء الله يكون في القائمه، وايضا كمان في التشكيل الاساسي. الامور كلها يا كابتن اسلام حتى هذه اللحظه مع فريق النادي الاهلي خلاص، يمكن اللعيبه دخلت غرف النوم خلاص، بيخلدوا الى النوم في خلال اللحظات القادمه ان شاء الله باذن الله. غدا يا كابتن اسلام نكون متواجدين معاك ولحظه بلحظه ننقل كل الكواليس واخبار فريق النادي الاهلي هنا في الفندق الاقامه، ومنها ان شاء الله الى ملعب المباراه. نقطه كمان اخيره حابين نتكلم عليها يا كابتن اسلام، وهي الجمهور، جمهور النادي الاهلي. يمكن النهارده احنا عارفين ان فريق الضيف والنادي الجونه طبعا هو صاحب الارض وصاحب التنظيم، هيكون غدا كالعاده يمكن 500 مشجع بيكونوا في التذاكر، او بيكون طبع التذاكر ل 500 مشجع لفريق الضيف، لكن من خلال طبعا اسئلتنا هيكون غدا متواجد من 80 ل 100 مشجع للنادي الاهلي، دعوات من اهل الشيخ زايد، اهلي مدينه نصر، واهلي الجزيره، وايضا كمان العميد علاء صلاح يمكن مدير الامن للنادي الاهلي بالجزيره ونائب مدير المقر هيكون متواجد، وهيكون ايضا كمان معاه زي ما نقول افراد من امن النادي الاهلي نظرا للتنظيم هيكون نادي الجونه، لكن كالعاده بيكون بعض افراد الامن ومدير الامن بيكون متواجد ليه للحفاظ طبعا على اللاعبين والتامين الخاص بلاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني. ان شاء الله كابتن اسلام بكره يكون يوم موفق لفريق النادي الاهلي، يستمر في الاداء المميز، وايضا كمان حصد 3 نقاط هيكونوا مهمين جدا في مشوار النادي الاهلي في بطوله الدوري العام. عوده ليك يا كابتن اسلام. شكرا جزيلا يا كريم. دايما كريم الحقيقه موجود في كل المناسبات وموجود ودايما بيشوف اللاعبين وبيقول لنا كل الاخبار الحقيقه اللي بتحصل دايما، من سواء في مقر الاقامه او في ملعب المباراه او في حتى لما بنسافر بيبقى دايما موجود. شكرا يا كريم، شكرا جزيلا، وبكره ان شاء الله لبقى نتقابل، او لو في حاجه حصلت طبعا خلال الساعه اللي جايه دي واحنا متواجدين على الهواء كريم هيقول لنا على طول.